إذا كان الأطباء النفس والأعصاب، يعني الأطباء اللي بيشتغلوا على فسيولوجيا المخ وعلى الأعراض الطبية وعلى التشخيصات وعلى الإشاعات وعلى التحاليل في الأوتيزم سبيكترام، هم ما زالوا يعني في بحر كبير لسه يعني مغلوق. عالي الموج. كل ما نمسك حتة نلاقي لسه في حتة تانية، كل ما نعمل كريتيريا تتبدل الكريتيريا، ما احناش فاهمين قوي يعني ايه. وإذا كان الاسم زمان للاوتيزم كان اسمه اضطرابات النماء المنتشره، يعني انك مش هتبقى عارف هي موجوده فين. فاذا حاضر. كان انت مش عارف موجوده فين ولا هي ايه، إذا فما كان حدش يجي العلماء يقول مش عارفين بالظبط. يحسبوا شيء، فبلاش يعني يعني بلاش الأوهام، نتواضع، يعني خلينا نتواضع يعني امام الاوتيزم والعلم يعني نتواضع. كل واحد فاكر نفسه انه شاطر وعالم، لا لابد انه يتواضع ويعرف انه الاوتيزم بقى ليه ربنا بعته له كدكتور في عيادته علشان يقول له انت مش فاهم حاجه. يعني احنا محتاجين اعتقد ان نعمل احنا حلقات عن بالظبط التوحد عشان ما عايزين زال نعرف الموضوع ليه بيحصل التوحد. ما زال الموضوع كبير، واحنا حاولنا من خلال برنامج النهارده ان احنا نساعد كل اصدقائنا وكل الامهات اللي بيحاولوا زي ما الدكتوره بيقول يمسكوا في اي حاجه تحاول تفهمهم يعملوا ايه. على وعد ان احنا هنعمل مجموعه من الحلقات الاخرى ليها علاقه بنفس الموضوع والاوتيزم، بس اسمحوا لنا دلوقتي ان احنا نطلع الفاصل ونشكر ضيوفنا. ميرسي جدا جدا على حضوركم.